بلشنا بال2016، وكان الفيلم الموضوع غير عن الآخر. Dear Lebanon, your location and your diversity put you at the hub between continents and cultures. فكرنا جايين نعمل فيلم عن كيف تحسن لبنان، الرينيسانس تبع لبنان بعد الحرب، وأخذ وقت كتير. بعدين وقت جينا ب2017 صورنا، قعدنا 6 أجماع وأخذنا المعلومات من الشعب. عرفنا إنه الموضوع منه منيح، إنه الشعب الحياة كتير صعبة. كنا بدنا نرجع ب2018 تنصور الانتخابات، ورجعنا، وهالمرة رجعنا مع إكويب كبير من أستراليا كمان. عملنا مقابلات مع ناس سياسيين كمان مع الشعب، رجعنا وكنا عم نسألهم إذا بدهم ينتخبوا، والقرار ما كان كتير منيحة، إنه قليل الناس اللي بدهم ينتخبوا. Elections are the only tool that we have. عملنا الفيلم وكنت بدنا نخلص وبسكر الفيلم، بدي أقول لهم إنه شو عم تعملوا يا شعب، قوموا، أنا قوموا اعملوا شيء، إنه ليش قاعدين وما عم تنتخبوا، ما عم تقوموا ضد هالأشخاص اللي عم بيعذبوكم. وبعدين إجت الثورة و قاموا الشعب، كتير انبسط، كتير انبسط. قالوا لي البروديوسر إنه أوه ماي جاد، إنه شو اللي حيصير بالفيلم. قلت لهم لا لا، كتير منيح، منرجع منغيرها شوي، يعني فينا. لأن القلب الفيلم كتير بعده مهم، إنه قلب الفيلم إنه كيف وصلنا هيدي القصة، كتير يعني بعدها مهمة. So فوتنا الثورة بالفيلم وأخذت معنا شوية وقت. بعدين يعني كان almost again بدنا نلوك، وإجت الانفجار. يعني الله يرحمهم، رجعنا فتحنا الفيلم، وكان كتير يعني مأذيين من الانفجار السنة الماضية. We have the same politicians. The same ones killed. They're still here. ما عم بقول لهم شو يقولوا لي، أنا عم باخذ المعلومات وعم بفسر شو صار. So غيرت القصة بحسب شو صار. عملت أكثر من 200 مقابلة لهالفيلم، من الحريري، باسيل، جعجع، جريصاتي، دكتور إناية عز الدين، يعني أشرف ريفي. يعني فيني سمي لك اياهم كلهم، سامي جميل، حزب الله، محمد فنيش، ميشيل معوض، رفضوا الانفيتيشن، جون بلوت، بري، وسيد حسن نصر الله، وبريزيدنت عون. يعني ما فيك تتصور كم مره طلبت، يعني وصلنا لمليون واحد عم يطلب منه. قبلت على رياض سلامي كمان، عملت مقابلة معه وعم بحكي معه عن الفساد وعن اشياء كتير، انه يعني بقى كل الاحترام انا قاعدة معه عم بقول له انه بيحكوا انه في يعني نواب بيطلعوا suddenly مفاجأة بيصيروا عندهم ملايين، من وين بيجيبوا هالمصاري وكيف بيصيروا اغنياء. يعني بيجاوبني بكل يعني لطف انه في قانون وفي انتي كوربشن وانتي ماني لوندرينج لو، انه ما فيهم يتحربوا منا. يعني اذا في هيك نحن بنعرف اذا هني بوليتيكالي اكسبوز. هلا انتم شوفوا بالفيلم، طوله 95 دقيقة. وقت اللي كنت عم بتصور هالفيلم وعم بكتبه وعم بحطه، أنا بدنيا عم بحس، عم بسمع موسيقى، إنه وهيك يعني واحد. أنا وقت اللي بتفرج على فيلم الموسيقى بتخليني حس أكتر وأعرف قيمة اللي عم يتحدث بوقتها. وقلت إنه لازم يكون في موسيقى. وروني معوض البروديوسر تبعي هو أسترالي، لبناني أسترالي، بس
كان يجي معي كل المشاوير، تعرف على جورج توم وقال له لجورج انه كذا كذا عم نعمل هالفيلم من شي سنتين ثلاثه. قال له جورج انه اوكي اوكي بركي بركي لا، يعني ما كان متحمس. بس ما عرف وقت العرف، يعني من سنة ونص عرف القصة، قال أنا بدي أعمل الموسيقى وتحمس وورا الفيلم، يعني 100% جورج، يعني قلبه وذكته his talent، يعني حطه كله بهالفيلم. راح على كييف على يوكرين تسجله، لأن بدنا أوركسترا كبيرة، يعني شي 90، لأن هو بده يلفت، يعني يخلي الروح الشخص تقوم مع الموسيقى ومع الفيلم. Movie that matter awards. Thank God is given to someone who is here, and I would like to call Daisy Gideon and her team. Tonight I'm honored and delighted because it means so much to my country and to my people. السد كان كتير مفاجأة. يعني قدمنا الرف كات، ما كنا خالصين الفيلم، بس الديدلاين بدنا نقدم شيء بأبريل حطينا الفيلم. وصلت لاخر درجه، قالوا انه وصلت لاخر اليوم الجادجينج، بس ما قبلوها باخر ال 24 فيلم اللي هن بيعلمون. بعدين في شخص بالفستيفال شاف الفيلم وهو مع يعني صار له 30 سنة بالفستيفال، قال هالفيلم بركي لازم ينفوته على هالفاونديشن، بيعملوا أوود لغير شيء بس حسب الفستيفال، بس منه المين فستيفال، منه البام دور هودي، بس قال إنه هالفيلم هالفاونديشن it's connected to the United Nations. بيشتغلوا مع the United Nations. بيتعرفوا أشياء humanitarian إنسانية. شافوها حسوا إنه هيدا هالفيلم له معنى لكتير ناس، ما بس اللبنانية. We believe in the idea of Lebanon. The thing is, Lebanon, do you still believe in that idea? This is a question only you can answer. أنا كنت عونية، كنت معاون وقت اللي كان الحرب وال يعني وهلا أنا مع الشعب، ماني مع حدا أبداً، يعني أنا زعلت كتير ما شفت الجنرال البريزيدون، إنه كتير بزعل. لا أكثر من هيك، إنه أوكي إنه كيف هيك انت قتلت السوريين ونحن جينا تحت القصف من استراليا تنقعد معك بالقصر الجمهورية، بكينا معك ودبينا معك، وكيف هلا مشترك مع سوريا؟ ماتوا مليون واحد تيطلعوا السوريين ورجعنا لهون، وما بس هالقصة، إنه كمان الفساد عنا الانتخابات سنة الجاي، وإذا نحنا ما منقوم لبنانية بلبنان وبرات لبنان كلنا نقوم وننتخب أشخاص تانيين، نحنا الغلطانين، نحنا نستاهل اللي عم بيصير. في عنا شانس، وفي ناس عم بيترشحوا هلأ للانتخابات سنة الجاي، لح نعرف اسمهم ما هلأ قبل الانتخابات. لازم نقوم نحنا ونعمل شيء. عم بعمل لوبي انا بين رح ابرم الدول كلهم، رايح على امريكا، على فرنسا، على كندا، على ساوث امريكا، على كل البلاد تحمس لبنانيه. هيدا شغلي هنا انا قبل الانتخابات بدي احمسهم يعرفوا يسمعوا يعرفوا شغلهم. نحنا باستراليا وانه الانتخابات كثير مهمه وبتفرجي قوتنا كشعب، انه هيدا فينا نعملها، نقرر مين بدنا ومين ما بدنا.